معكم مبروك. اليوم فقنا اول حاجه درناها فطرنا. دابا جيت كنوجد الغداء. انا درت التقليه اولا الكرشه وحنا مشينا كنقولوا ليها الى وين هي. درت هنا الماء مع العطريه، هي عطريه عندكم، ودرت معها واحد شويه ديال الصلصه الحاره، ودرت القزبون والمعدنوس والثومه. درتها دابا تشحر في الماء، وقبل ما ندير هذه المرحله هذه راه سيتي في الكرشه سلقتها في الماء والحامض وشويه ديال الملح حتى تسلقات مزيان، عاد نقيتها وقطعتها. دابا درتها هنايا غادي نخليها حتى تشرب العطريه ديالها مزيان، عاد غادي نضيف البصله، عاد غادي نضيف بعدا الزيت البلديه، عاد غادي نضيف البصله صافي، ونغطي عليها نطيب عليها خاطر غادي تقرب الطيب، ونضيف عليها واحد شويه المعدنوس عاوتاني من جديد، عاد نطفي عليها. ودابا ما حداها كطيب غادي نقص عليها، وغادي نمشيو نطيبوا الخبز. وتابعونا باش تشوفوا الخبز اللي غادي نطيبوا. جينا نطيبوا الخبز وغادي وجبنا معنا لايكي. هاهي سلوبيا كيف ما كتشوفوا معنا، جينا نطيبوا الخبز. ها هو جبنا مقرفه مقاده، دابا غادي نشعلوا العافيه ما حداها كتحمى. الا خمرات بزاف سمحوا لينا، راكم عارفين العجينه الا خمرات بزاف راه كتبدا تمشي وتجي. حنا غادي بما كنشعلوا العافيه هي راه غتخمر، الا سبقنا شعلنا مزيان غتخمرات مزيان. وقول اختاروا لينا واش بغيتوا نطيبوا في تاكات ولا تفرلوت اللي يعجبكم. المهم انا غادي نطيب لكم في تاكات تفرلوت، وغادي نجرب لكم واحد التاكات ما عندي مشكل. غادي نطيب هنا وهنا، المهم تابعونا وصافي. بلا ديجا ما تصبرش الشريف، ما تعرفش تشعل العافيه ما توصلهاش، تبرى بعدا غادي نجي معاك. انا بغيت نبين لكم باللي هو اللي شعل العوافي ديال الشيء ديال دوك العواد الرقاق هما اللي باش فيهم العافيه دغيا، ونلوحو هادو ديال الليمون حيت هادو هما اللي غادي يطيبوا لك الخبز. ما تحطهمش هو صافي، تحطهم في الجنب هادو ماشي حاجه الهضره فيك الرقاق هادو. ونستعمل هاد الحديد عاد عرفنا ارى الحجر، ارى الحجر طيب. كيف وصلت السيد توفيق في العافية؟ أنا كنشعلها الله يشعل فيك العافية ثاني. قال ما بغاتش تشعل ليه مسكين. حيد حيد نشعلها حيد. لا غير نشعلها. حلف؟ أنت كتعرف تشعل العوافي ولكن ماشي دابا. لا ضرورة ما كتشعلهاش أنت كتشعلها أنا ما بغيناها. والله الا شعلت عليا دابا تا تشد العافيه هنايا، عاد غادي ندير العواد الغلاط. الغلاط بحالو انت اللي غلاط. ندير ديال كلشي دقه وحده، راه شعلات ديال كلشي دقه وحده حيت حنا صاحبي راه غطيها راه شعلات صاحبي. دابا غندير واحد بواحد ديال الرقاق شويه بحال هذا. ها هي اللي تشد انتوما من بعد ما شعلت العافيه راه دفعت العافيه لداخل لواحد الجنب باش هنا غنحط الحجر يسخن. هو علاش غادي نحط الخبزه ديالي انتوما جبت الحجر غسلته ها هو غسلت انا اللي غسلته ها هو غادي نخوي في هاد البلا لا ديال الحجر من دابا سخونيه ورا الحجر خصو يكون سخون. باش بيدي تا فين طرا كيديروا بها الناس على الخبز انت راه صاحبي جيب هذه قطه صاحبي بدا سرح بيه راه هو صاحبي الله يهديك يا جمال كاع عمرت بالحموم هذه وريني دافلنت وريني دافلنت شتو هذه هي جيم كاين كومونتير وكاينه جيم عطيك
داك الشيء جيني راه تشوف هتي جيني الرفاجة ما تشوف سير صاحبي سير ديرهم انت جيني دابا هادي دابا كنقادو بها هذا الحجر ها هي اللي تنحطو في الضو بلاصتو كنقادو بها هذا الحجر باش يجي من الصباح صافي هاك هرطا اش كندير دابا كنجيب هادي كنسد عطيه شي دخول هكا تخرج هادو فيه سد لقا ما تحل صافي كنسد دابا باش تبقى السخونيه الداخل حتى يولي عندنا الفخر هاد غادي ندير الخبز يطيب شعل دابا العافيه ما حد هكا خليتها باش حتى يولي عندي الفخر عاد ندير الخبز هادي كنقولوا ليها هادي تفرنوت هادي كنقولوا ليها في البلاد تاكات هادي الخبز ديالها واعر كانت جدة الله يرحمها فاش كنمشيو قربي قربي باش ندير لهم دابا توفيق راه وصلنا جيوغرافيك هادي ما كنعرفش انا نطيب فيها بكل صراحه صعيبه شويه كنشعلوا العافيه حتى كيولي هنا فاخر كيرشوا هنا الماء وكنسقوا الخبزه هنا باش جيت نسق ديك الخبزه انا ما غاديش نعصيها بغيتو ندير لكم تجربه ما عرفتش ندير تجربه نضحيو بوحده طاحت مزيان صدقات مزيان اش بان لكم لا لا اسمح لي النعمه ديال الله انا كنعرف كيفاش بغيت تخليني نقدها نقدها انت لا انت ما كتعرفش حتى وزه انت اللي ما كتعرف حتى وزه انا نضحي لكم بالخبزه والله لا ضحيت بها بالله خصنا خبزه في الحساب لا لا ما كياكلش لايكل الخبز والله لا تخفي ما تحيري بها يلاه نشعلوا العافيه لا 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 ولا ما صدقاتش سمحوا لينا لا لا يلا المهم هنايا كنشعل هادي حتى هي وهادي فاش تشعلوها حطوا عليها شي حاجه بحال هكا كانوا في البلاد كيحطوا عليها شي مقرش ديال الماء باش يسخنوه اولا كيطيبوا فوق منها العصيبه ديال الذره كيديروها مع السمنه ولا الزيت البلديه يا سلام قرب يسمعوك راه كيسمعوك حيت ما كاينش الحصه جمال سمعتي ودابا هنا راه حطيناها بهادي وكما قلت لكم هادي الا ما صدقاتش الخبزه ديالها شكون اللي كان كيدير بحال هكا الطريقه جد الله يرحمها الله يرحمها ويوسع عليها في هذا النهار كدير فيها الكورنيجان وكدير بالغمان داك بالغمان بالزيت العود راه كيعرفوه ناس بلادنا شي حاجه يا سلام اللي بغى الكورنيجان يمشي صراحه التعيين هذوك اللي بغى الكورنيجان يمشي لبولعمان المنطقه من اللفت باش كتميز هاد النواحي ديالي كتعيش هكا كتعيش البحر كتعيش الطبيعه كتعيش الاجواء ديال العروبيه كطيب الخبز باش مزيانه هاد القضيه كلشي والناس هنا الساكنه الله يعمر لهم الدار ما كاين اللي يقول لك شحال تاع بحال دابا هنا هنا راه داروا الناس ديال المنطقه قال لك اللي جاي يطيب فيه وحطوا فيه العواد وحطوا فيه كلشي اتفقوا بيناتهم ناس منسجمين بحال يد وحده كنتمناو المغرب كامل يكون بحال هكا ماشي على المناطق وواحد القضيه اخرى شتي كطلع الافني كطلع الافني يطيح لك البسطام يطيح لك التليفون اللي طاح لك ممنوع يكون شي واحد كيشفر يلقاها يحطوها في البوسطه هذه راه معروفه عليهم هنا اجيو وجربوا لعبوا بحاجه تكون في افني وشوفوا واش ما غاديش تشد راه كنرشوا كنرشوا دوك الحجيرات ديالنا بالماء بركه بركه توفي قناه تفيديهم هاد غادي نحطو الخبزه ديالنا بسم الله صافي الله يسخر كنسدو عليها عندك سخون واخا سخون اصاحبي كنسدو عليها حتى كتوجد هادي ديالو الاخرى طول 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 صافي غير هكا ها هي الخبزه ديالنا راه بدات كتنفخ دابا باش ندورها حيت كتحرق من واحد الجهه انتوما ما شاء الله خبزه واش من خبزه شي حاجه يا سلام وريحه العواد صافي خليها هكا ها انتوما دابا فين يا جماعه حيت جبد هذيك جبد 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 شتو الخبزه طلعات اوه بحال الكماره ديال توفيق ما شاء الله وما درى عندنا العجينه خمرت بزاف ولكن عطيه هنا 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 قرب لهم شوفوا هنا هنا كيولي توفيق في اليابات ديال العيد الكبير فاش كيتعطل في الرحبه اصلا لا عندكم انا كنشري الخرفه للناس كيوصيوني معاك انت كندير وكيولي زواها بحال ماشي منا كان عندي محل ديال تاك الزرد وحتى دابا اللي ساكن في اكادير وما كيعرفش يشري او لا خاصو الخروف لا حبابيه شتو تاع توفيق كيطلع شوفوا هذيك غادي تطلع بزاف يلا سد سد الفران بهذا سد لقى ما تحل اجي اجي بيني اليوم شوف ها هي تحطات فوق الحجيرات النيشان فينيا داكشي يا سلام انا لله ودا جمال قلت مول السم ديتا السم كاجي واجي تشوف الخبزه تاع جمال ولا ما تنفخ طيب شنو راه طرف لك الخبزه ديالك كيف حيد الخبزه ديالك ما زينتها ما زينتها ودا جمال هي مالها والله الا خبزه ناضيه
بسم الله. عيد 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 نقلبها نشوف كيف غادي تكون. عيد والله الا زوينه بانها. بخاصها بقى شي طيب باش نحطوها عند الاخرى. خاصها شويه. هي راه طيبه غادي تخلطها. عيد والله هذه خاصها شويه طيب. لا صاحبي راه هي هذيك يا جماعه. هي هذيك راه عطاتك ذاك الدم. جاب البركه هذيك. ها انتم هز الخبز هز. ها انتم ها الخبزه ديالي. ها الخبزه ديال الجماعه. قال لكم يوريكم الخبز. قلب الخبز. راه بحال بحال كمبره وحده. المهم هذه تاع جماعه نحطوها لتحت مع حشومه كاع نبينوها هي الاولى. المهم دابا غندير انا الخبزه ديالي الثالثه. هيا صاحبي ديال غير غير المهم اجي باش عيط حيت كنتمنى تكون زوينه. دابا تفرجوا الخبزه ديالي الثالثه هذيك الثانيه اللي دار. شوفوا غادي يطلع لي انا علاش ما صدقتش ليا. اول حاجه ما رشيتش الماء. ثاني حاجه العواد طفاو. هو دابا هو راه داخل كيقلب في دوك العواد. راه ما تحركت ما راه طفاو ما طفاوش داكشي علاش ما طلعتش الخبزه ديالي مزيان. داكشي اللي دمدوما شنو خاصو يدير ملي حيد الخبزه الاولى كان عليه يزيد شويه تاع العواد دوك الصغيورين باش تشد فيهم العافيه. ايوا تحرك ايوا دابا نبدا الخبزه كاع غادي تكون غادي تحط الطوفان طيب خليني انا نشوف هادي حتى هي واش مزات ولا مازال. كيما قلت لكم هادي غادي نغمرو بها ديال بحال هادي راه طفيتي كامل العافيه. ان شاء الله تصدق. بسم الله بسم الله بسم الله توكلنا على الله يا ربي يرزقها وجهك وجهك. تلقي دابا انت تلقيتي هاد الخبزه انت وجمال حسابكم خايب. شو 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 وي اجي تشوفوا في ولاد حيد حيد حيد. والله الا مكلخ هذا والله يتبارك الدعوه تاع العجين قبل. انتما كتشوفوا العجينه طاحت لي هنايا ولكن غنطيبها غير فوق الفخر هكا وانتهى الله يكي كما قلت لكم. ها انتما جمال جمال اللي عندك شنو والله الا جمال اللي عندك شنو فين عشت كنت في الماء قلنا لك دير ليها الماء. اجي بعدا طلع لي هذا الخبز اجي تشوف اذا كان الخبز كيضحك عليا. اجي تشوف الخبزه ديالك راه كيك ديك الاولانيه انت خبيتي دغيا كيف الخبزه كي بحال هذا اللي على الحرقوم. راه قلت لكم العافيه باقا كطيب صبر اش باقي يطيب راه قلبها راه عليك ما تشوف الخبز. شوف 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 ماشي مشكل. المهم غنديرو معايا هذا الفيديو نديرو به خاصك هذا الفيديو. ولا غادي نعجنو بهذا الليدين بغيت نصافي لكم والو. انتما دابا الخبزه ديالي. ها انتما ها ودا ودا الخبز. المهم شوف المهم هذه كانت اول تجربه علينا مع افرنو. بلاتي الخبزه تاع جمال نبدا تحمر شويه مع مسكينه بانت ليها. انت اللي زدت عليا راك راس بلوك فرطه ما كنقول لك اودي هذه خاصها طيب وبارك عليا. لا لا هو كيدير اي محاوله باش يبين لي انا ما كنعرفش نطيب. ايه راه ما كتعرفش لا 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 انت شوف 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 هذه كانت اول تجربه لينا مع ان شاء الله ملي نمشيو للدار ادوز واحد شهرين نحل ديك البرا في الدار عندنا. الله يرحم لكم الوالدين الجيران اللي كيعرفونا اللي كيعرفوا الدار يجيو يتقداو الخبز عندو فيك. مرحبا شوف الجيران الله يرحم لكم الوالدين اللي كيعرف اللي كيعرفني يجي يدي عندي الخبز ولكن بشرط ما يكون جمال هو اللي يعجنو. راه كيعجن واحد الشيء كيدير واحد الشيء هكا كيعاود يعجن واحد الشيء الخبز ديالو ما تناكلوش حتى تلقاو فيه الضغط. هياوي راه اللهم العجن شويه ودير هكا وانا شعري مع الله فيه بشامبان سنتي اللي كيهضر شورت كلير بوندين ولا يبدا يعجن شويه ولا يدير هكا ولا هكا تفو عندك توصل مازال يديك انت راه تي درجه فيل راه المعقد. المهم هادي كانت اول تجربه عند الناس صاحبي راه هنا كاين هذيك تغلغل كانت اول تجربه علينا مع الخبز ديال تفرنوت وهذا ديال تاكات راه تبلع الجد وفيها شتو كي درت ليه مسكينه كانت خبزه واحد شويه ولات تحدي بالنسبه ليا غدي ان شاء الله ولا واحد شويه غادي نرجع غنطيبو هنا انا لا جمال جوج خبزات وحده لواحد ونشوف كل من غادي تصدق ان شاء الله. تابعونا وما تزابيوش انا الاول غادي نلوح الخبزه ديالي
هي حمرتها جاوا جيو شوفوا ها هي الخبزه ديال جمال حمرتها لي واحد شويه دابا نردها من الجهه الاخرى صافي غادي نجمعوا الحجيرات ديالنا غادي نجمعوا الحجيرات ديالنا علاش ايديك الخبزه في الاول ديالك لا هو زربان باغي جاب الجهد انت كتحك انت كتحك مشي راك داليكم تضرب ليكم هنا والله الا قصحني سريع 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 هو تاني شد السروال كيهك حيد صاحبي ديك حيد ديك حيد ديك شوف هذا الشيء العمر هذا العمر هذا العمر هذا العمر هذا العمر الحجرات ديالنا اللي جبنا معنا غنبردوهم باش نديوهم معنا حيت كل واحد ديروهم في جيبك راه يبردو فيه ديروا الحجر ديالو ايوا هادشي اللي كاين خلينا صاحبي الناس الحجر والحجر اللي مخليه العباد الله كديروه هنا في الصباغه في اليوتيوب جيو مرحبا بكم جيو انا والحجر واخا خليتيه للناس الحجر ديتيه معاك راه غتخليه راه كاش واحد اخر الدار راه كل واحد ديالو واش انت صافط ولا لا الا الدار الله يسخر ليه كاين حنا الاخر نجيبوه الناس صاحبي ديال المنطقه ديال على عباد الله اسكت انا ما كنمشيش انا ما كنمشيش هاد القرده هاد الخبزه داك اللي عطلتنا هنا شو هتينا مخري ديال الشطيب قال لي شو هتينا نحكي عليك بحال 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 باردين نقدر نديوهم معنا هادشي اللي كاين حاجه ما تشيط باش نجيبوهم تاني معنا غدا ماشي نمشيو نقلبو عليهم ها انتوما جماعه اللي قال لي خلي الحجر كيجمع فيه اش كدير يا جماعه باقي سخون خلاص صاحبي الحجر حجر العباد جمعوا الحجر جماعه حتى تفرشتي كاع قال لك خلاص صاحبي الحجر تنجمعوه تنجمعوا الخويت ديك الخمسه كتنقيه باش ندي وحده بوحده لي هي 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 لا 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 في الغبره شو ما عليك توفيق المهم دابا راه سالينا واحد شويه ولا غدا غادي نرجعو نكملو اللي نجيب بكري ما جاي معاك انا لونتيني المشكله قلتنا هنا اش عندنا العافيه قوت قوت الحوايج في الاخر طيبنا ثلاثه جوج ديالي واعرين وحده ديال جمال ما فيها حتى شي وحده ديال توفيق تحقات مشات جبنا اربعه ودينا ثلاثه الله شي خبزه محسنين هادشي اللي جمع شتا اش كاين توفيق خرق لينا خبزه الله واخا تكون على البابا واخا تكون انتما من بعد ما طيبنا الخبز ديالنا جينا ناخذ التقليه اللي طيبنا ها هي شوفوا شوف التقليه كي دايره شوفوها التقليه بنمسا خلفها شوف بحال الزبده كدوب كدوب دابا يا سلام الله علينا غادي تطعموا علينا وبصحكم الخبز ديال تفرنت هو اللي كان راضي الاولى اللي طيبت ليه تنفخات هي باش تسقنا مشات هي هي اللي واعره كاع والثانيه هي اللي واعره تاع ما راه عصره وهذيك اللي تحت تما خليفه يعني اللي طيب خيف عليهم هو كيقول لك شنو طيب الله راه حتى واحد شويه نتمنى تكونوا بخير وعلى خير
بالنسبة لي النقطة اللي شاهدتها معنا ذاك النهار طاحت لي وسط عليها حلفت تنصوبها راني رجعت ليها اليوم غادي نطيب هذه ديال هنا هذه بلا ما نبين لكم راه شفتوا النجاح ديالها ما شاء الله بالنسبة لي ماشي بحضر راه شتي تشوهت لهم بالنسبة لهنا هذا كنعتبرو تحدي اليوم خصني نلصق ليك الخبزه تلصق ليها بالحكاني ولكن ان شاء الله الخطره باذن الله عز وجل غادي تلصق وتبقى قال لكم صاحبي ذاك النهار كان لابس الشورت يعني مشو اليوم لابس الخير اليوم شوف والله اخوتي اليوم ما كاينه سلوات هذيك ذاك النهار انا الاول بديت داكشي علاش ديت النفخات ديالو لا دابا غادي نشوفوه واش غادي يدير خليتو يبدا هو الاول اللهم يسير ولا تعسير ايوا بلاتي باش ها هي غنحط انا هذه يعني بسم الله توكلت على الله فين غيسخر لك فيها ودي ايوا راه ريبت هذه باش نصوبوها باش ريبت على هذيك هي كلشي راه اليد الوالده وراتني كيفاش غادي ندير قالت لي قرصها بالماء الا بغيتي تشدي داك النهار انا زيتها ناشفه ومشيت هاد الماء انت ها هي صافي لا رش كاع جا ما رشش داك الدك رش سلبي دربي يا ربي يا ربي يا رب بركة عليها بركة عليها حيد بسم الله سخر الله والله عمري ما بات تلصق ما باتش تلصق جبد جبد درت محاولة خوتي ما صدقاتش ليها عاوتاني والله ما صدقات ليها عيطت الوالدة ما تورينيش والو ايوا دابا جا ما نشوفوش غتصدق ولا لا المهم انا استسلم مع هاد البارتي هادي استسلم وتحية للنساء القرويات اللي كيقدروا يطيبوا هاد هاد اسمها تاكات تاكات هادي تاكات تاكاتني تا تحت كاع المهم بصعوبة هي راه تحمرات ولكن ولكن رجعت كنشوفو جمال جمال ما غاديش يتعتق والله قالت كات جابها شي حاجه كياكلها كيبقى عاتر عليها دير ليها هكا باش ما تنفخش هذا ودي سخر ربي لهم وراك يحتكش مع حليك عاود انت شتي تيتيس هذا حتى اخر ربحني فيه الخبز بحال كاع في هذا الخبز هذا هو اللي كيصدق ليا احسن من ديال جمال شنو هو كيصدق ليك هذيك اخوتي العافيه راه داكشي ديك السخونيه ما قالت ليا وين هادشي اللي كاين سير سير طلع الخبزه تاع جمال وريها لهم سير غدا في الطريق الصحيح يطيب طيب خبز الموسم هو هذا والله راه كتحمر دابا هي راه طابت تحمرات غادي نحاول نحيدها بسم الله والو انا ما بغيتهاش تحيدها راه ما بقاتش في السق بقات حتى في حيد سكوت سكوت امي الى حيدها ممكن نسق الاخرى فوق هنا ولا تسخن ثاني لا تسخن اذا دابا خصني نتسنى باش ندير محاولة اخرى ان شاء الله ندير محاولة ديالك شو ما نتعتقش انا خويا راه خصني نصوب واخا كاش ما تنفخش ليك راه ما كتنفخش ما كتنفخش شكون قال عليك هادي ديالي انا ايه فاش حيدتها بالزعطة خبز شي حاجة هذه منها خبز منها اللي بغى يعوم في الصيف يخوي الماء هنا واحد شي زيادة إلى عنده خذ صراحة بنينا بالله واخا شفتوها كطيح ليا تما هنا وكتصل ليا وريتو كيفاش يدير ليها هو صفات ليها واش هو وريتو يحد أو تزوجنا بكري تزوجنا بكري مش كنعرف هذه صافي خصها تلاح كلشي كنعرف نصوبو حتى لهاد الموقف هادي جات فيا تمام ها هي العجينة تاعي كي ولات عاوتاني هزات الرماد وتجمعات في يدي غلب الله اخويا شوف 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 ترونت تكرفصت ولكن في الافان ما درت والو هادي كنعرف ليها احسن من جمال كيعرف ياكلو هو صراحة هو كيعرف ياكلو ما طيب ولا ما كيعرف غير هو غنخليوه هنا غنخليوه هنا خليه تما تيجي عطيني كاع غلب الله هذا لا اخويا الله يلاهي ما اخترتش اخوتي كما كتشوفوا راني تشمت هذا تشمت هذا اساسي ناول بنسري ناسي شي بيشمت يمي يلا سيدو كاك يا ما بينسى عليك ثاني حيت خصك تاخذ الساعه ما كانش علي وانا تبانوا لي الشر نحلوا من عليه ولا شي حاجه ابا خويا شي ميتين لا دار الله كيما كنت كنقول لك
ثاني عاون البراسي قال مسال مرتي خيب ربي قد 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 طلعنا 400 شفنا هذاك باين عليه وجه الطرطه الكبيره ديك الدور وهاد الطرطه اللي واحد طاف منها كبيره تبارك الله هذوك هادو حنا شي 4000 الا ما لوحوش شي بريكه بعدا كنا اللي كيكونوا لاباس عليهم هذا كيكون ليه هادو كنتو في لحظه ما كان هادو بحال اوروبا كيبدلوا في راسهم ما غاديش يجيبوا فيجو واش هو ما غاديش تعاونوا معنا صافي صافي راه وصلنا ندير لي الشوارع الجيران هنا يبقى فيه الحال صافي 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 احنا رجعنا من السوق جبنا التقضيه مشينا اول حاجه درناها مشينا عند مول الحوت جبنا واحد الشرغوب بلادي بلادي واش عمركم شفتوا شي واحد كيمشي للسوق كيجيب القرين ديالو توفيق اليوم راه مشى جاب القرين ديالو قسم الله والله واحد كيشبه الجليل القرين ديالو هو والله تنوريه لكم بالله هنا انت ها هو انني توفيق حتى العدسه ديال العين سبحان الله العظيم هذه بلا تنسد هذا الشرجم لا يسمعني عباد الله من الخبز جمال من الخبز هذا هو الخبز واش حنا مساليين الخبز توفيق راه نزل مشى يجيب الخبز محرش ها هو راه القرين ديالو شديتو هنا في الطوموبيل انا وياه بوحدنا دابا واش بان لك السي توفيق شو الله الا فوتوكوبي في العدسه ديال العين قول اي اي كمان كمان عندك السنان القرين قول بي بي اسكت اولي اسكت اسكت قول سي جمال سي جمال والسي جمال وفين هو توفيق الله باش نعرف كنت هو القرين ديالو ديال المعقول فين مشى توفيق جيب المحراش والله الا القنن في ديالك بحال ديالو تو يلا قول سي جمال قول سي جمال انت مخرج عينيك سد بعدا العين سدا يلا ما كتشوفش يلا احنا سيدي حلينا لك عينيك يا الله جا توفيق القرين راه طليت لك فيه ها هو مشيت انا جبت الحراش اللي هو كيبان لكم الحراش باقي سخون ولقيته هو قال لك شد القرين ديالي قال لك راه راس المعزي هذاك راس المعزي كيشبه لك صاحبي كيجي فيك والله طليت فيه بالله جوج ديال البحر والله الا كيدير الجوع الجوع حتى لافه الجوع حتى الحلقه الاخيره تاكل دغيا تبغي تاكل عاود ثاني داكشي علاش حنا ما كنخرجوش بزاف قالت لي عاف الدار حدا الكوزينه والله الا الجو تاع البحر سبحان الله العظيم ولي من اليمين وتخيلوا معانا وليت كندير الخبز في الجيب في الجيب اصاحبي كان الجيب كندير الخبز في الجيب ها انتم ها الشرغو مشيت جبت واحد الشرغو مليح عندك عندك وي 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 هذاك اللي عندها عندي الطريق ديالي المهم ملي وليتكم القارين هنا كاين الشرغو الشرغو في الحوت مشينا عند داك مول الحوت ديال ولا البارح ولا البارح ولا مشى انت كنا عندو راه كتجي هنا داكشي اللي ضربني ضربني على الحوت كيعجبني الحوت بكل صراحه اش كيدير الحوت ياه كانت كثيره ليه الملحه صافي ما كنبغيش ديما باش الحوت 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 داكشي علاش بعض الخطرات كنهرس بعض الفيديوهات ما كنوريكمش العشاء ولا الغداء والله الا حيت كيكون فيه الحوت انا كنجي هنا كيبان لي غير الحوت في البلان هو اللي انا كنت بزاف هادشي اللي كاين وجمال راه كياكل يدي كلشي راكم عارفينه انا كناكل كلشي كاع داكشي ديال الله كناكل انا ما كاينش انا ديك الهضره ديال لا ما كناكلش اللوبيا العدس كلشي كناكلو اللي تحطات كتكلا كتكال كتكال كتقلا وكتكلا كان في رشيك انا ما فيهاش شيكي عرضوا عليا وشوفوا كنتمنى كاع اللي كيديروا لنا الكومونتير يكتبوا لي كومونتير عرضوا عليا نجي حتى عندهم ونا طيب واللي فيديو نصيكم ما تعرضوش عليه والله دات ندمو والله دات ندمو لا عندنا كنقول لكم واحد القضيه شوف ما كانت من سكوت لي كمل لهم كياكل حتى لا صاحبي ندوي كيقول لكم ما عجبنيش او ديرا كيهضروا الدراهم يسكتوا الريالات سكوت ما كان كمي ما كان شرب ما كان قمر حتى رجلي بعاد ما نبوسهم لونطريما والماكله والعمل والصلاه عباده داكشي اللي كان خاصني مشيت جبت البنان واللي كان خاصني بالطاف جبت التلاح جبت هذا الشرغو الابيض جبت معايا الزيتون جبت الحامض المصير جبت الحامض الاخضر وجبت الرف بطبيعه الحال حيدي ديك القرين هذا بعدا بدا تيبعد بعد حتى الوقت بالنسبه للناس ديال العيد الكبير الا بغاو يتقداو الخروف هذا راه تني ملي كتلقاو هاد جوج دراس هاد جوج سنات كبار راه كيتسماتني ف
فاش كتلقاو اربعه كبار كيتسمى رباعي، فاش كتلقاو سته كبار راه سداسي، فاش كتلقاوهم كلهم كبار راه جماعي، راه جماعي. حاولوا ديما ربعي كيطيب ولا سنيد حليب الرباعي الا كنتو غتديوه ديوه يكون سمين ما يكونش ضعيف، اذا كان سمين راه كيذوب زبده هادشي وجماعي ديوه. وبالنسبه لهذا المعزي راه بلدي واكل العشوب داكشي يا سلام. وانا كيعجبني الراس هاد المعزي، اما يكون مبخر كنجيبو هكا نشوطو بيدي ونقطعو كنديرو بعد الخطرات يا يدار مفور يا نديرو في البلبوله. هذا راه توفيق، هذا راه كان توفيق غير رجع بحال هكا سبحان الله العظيم. مع ملي مشى عند الحلاق واحد الخطرات شافني كنت كندير دوك الصوره، هو اللي دير لي الصوره في راسي ودار لي ولي فودني شودني وحيد هذا الراس وشري هذا شوف شنو هاد واش هذا ديالو لا قطعوهم ليه. يلا دابا تهلا تهلا المهم هذا هو الطويجين ديالي، نتمنى يعجبكم. ودابا الحمد الحمد دابا واخا الحمد دابا غندوزو للطاجين تاع جمال تشوفوا جمال راه هذا راه انا ما بيتو هو انا الطاجين اللي قديت ها هو ديال جمال دي الطاجين ديالك هو اللي ديالي بوحدي قال لك هو بغى هذا يضحك ديال الاشرار سي هذا قديتو الراسي فيه القرش وفيه اولح هذا ديالي بوحدي راه نجلس عاوتاني حداه حتى وخا ما نشوف